المسيرة والفعاليات المنددة باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى لم تنقطع في قطاع غزة. لبيك يا قدس، فعالية جماهيرية جديدة لحركة الجهاد الإسلامي للتحذير من خطورة ما تتعرض له المدينة المقدسة، خصوصا مع إجراءات التضييق الإضافية التي اتخذت بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك. إذا كانت هذه المسيرة الحاشدة اليوم هي نصرة للقدس ونصرة للمسجد الأقصى، فإننا نعتبرها أنها تأكيد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن القدس والمسجد الأقصى هو في أجندتها، ويجب أن يكون في أجندة كل الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بل في أجندة كل الأمة العربية والإسلامية من أجل رفع الظلم والضيم عن المسجد الأقصى. اقتحامات متكررة للمستوطنين والمتطرفين داخل ساحات المسجد الأقصى، المرابطون أفلحوا في إفشال بعضها وتعثرت جهودهم في البعض الآخر، مع ذلك فالإصرار على تحدي الاحتلال يتصاعد رغم ما يوصف بحالة الوهن السياسي الذي أصاب القيادات الفلسطينية. نحمل أكثر من رسالة، أما الرسالة الأولى هي لصفنا الداخلي، لصفنا الفلسطيني، أن يتحد خلف خيار الجهاد والمقاومة وتحرير المقدسات. الرسالة الثانية لإخواننا، إخوتنا وأشقائنا الأمة العربية، العرب، ألا ينشغلوا داخليا وأن ينظروا بعين أخرى إلى المسجد الأقصى وإلى مصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يدنس وهو يحاول الصهاينة أن يهدموا هذا المسجد وأن يبنوا مكانه الهيكل المزعوم. ضرب الفجر بتل أبيب، ضرب الفجر بتل أبيب. الانشغال بالأزمات السياسية والأمنية في عدد من الدول العربية ساهم وفقا للمراقبين في منح الاحتلال فرصا إضافية للانقضاض على مدينة القدس والتضييق على أهلها العرب الذين يمرون في مرحلة مصيرية تحتاج إلى دعم منظم للوقوف في وجه الغطرسة الإسرائيلية. إسرائيل تستغل ما يحدث في الأوطان العربية والبلدان العربية وتمعن أكثر في تهويد القدس وفي تدنيس المسجد الأقصى وفي تفريغه من مضمونه الإسلامي والمسيحي من أجل ضمه بالكامل أو جذبه بالكامل إلى الحظيرة الصهيونية. كما يبدو لم يعد للفلسطينيين سوى هذه المسيرات للذود عن المسجد الأقصى والدفاع عن المدينة المقدسة، مسيرات على أهميتها في تحريك الرأي العام العربي والإسلامي، إلا أن حماية القدس تحتاج إلى خطة متكاملة فلسطينيا وعربيا وإسلاميا. محمد الأصل، تلفزيون القدس، قطاع غزة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.